طيب معانا استاذ محمد من مصر، برحب بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. انا معايا دلوقتي اربع عربيات في كريم. مع حضرتك اربع عربيات ايه يا فندم؟ شغالين في كريم واوبر. مع حضرتك اربع عربيات شغالين، تمام. بيجي يدخلوا في الشهر 14,000 جنيه. انا يا جماعه مش سامع. بيدخلوا في الشهر 14,000 جنيه. لو ترفع لنا صوتك شويه يا استاذ محمد ربنا يكرمك. اربع عربيات شغالين في كريم واوبر، تمام. بيدخلوا 14,000 جنيه في الشهر. 14,000 جنيه في الشهر، تمام. ها؟ ودلوقتي وعليا ديون والمبلغ ده ما بيقضيش الشهر اكمله للاولاد. طيب السؤال هل دلوقتي انا وعليا ديون والمبلغ ده بستلف كل شهر عشان اكمل الشهر بتاع الاولاد، هل دلوقتي يبقى عليه زكاه؟ ولو عليه زكاه ادفع اطلع قد ايه في الميه؟ وفي سؤال ثاني لو سمحت. حاضر، اتفضل يا فندم قول السؤال الثاني. دلوقتي اختي ست كبيره وعليها صيام، ينفع اصوم لها؟ اختك ست كبيره وعليها صيام، هي مريضه ولا تستطيع الصيام؟ ينفع اصوم لها؟ هسأل حاضر الشيخ عصام وأرد عليك، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. أستاذ محمد عنده سؤالين يا شيخ عصام، بيقول عنده أربع عربيات شغالين في كريم وأوبر، بيقول بيجيبوا حوالي 14,000 جنيه في الشهر، بس ال 14,000 جنيه دول هو عليه ديون كتير فيا دوب ما بيكفوش مصاريف على الولاد ولا تسديد الديون ولا الحاجات دي كلها، فبيقول الفلوس دي كده بقى عليها زكاة ولا لأ؟ طبعا. بس هو مش قادر يدفع زكاة عشان اللي بيجي مش قادر يعني هو لو طلع الزكاة يا زكاة تطلع قد ايه؟ ولا حاجة. ال 1000 جنيه عليها 25 ضل يضلع البني ادم يعني؟ وده التفكير يا اخوانا اللي احنا بنحسبه تفكير مادي بحت. وبننسى اني لما بدي حق ربنا بيبارك لي في اللي عندي. والله صح. ده ممكن الديون تتسدد بسبب الزكاة اللي هتدفع. خذ من اموالهم تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. صدقة يعني ما نقص مال من صدقة. فإخواننا الناس اللي يقول لك وصنا وعلى ديون وهم ما يخلصي وهم متلتل، طيب وبعدين بتلاقي البركة منزوعة. صحيح. فده ما ينفعش. الأصل إن أنا المال ما دام فيه زكاة أطلع زكاته يا أخي. ده حتى لو معليش زكاة، بالمناسبة حتى لو ما عندكش زكاة، في المال حق سوى الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم، في المال حق سوى الزكاة. فإن في المال حق يعني. أنا آسف أنا نصبت النمية، في المال حق. الشاهد أني المال في حق غير الزكاة. في الصدقات، في النذور، فيه الكفارات، فيه ده ومرضاكم بالصدقة، في أبواب الخير لا تنقطع. هو أنا بس عندي الزكاة وخلاص شكرا، زي ما قال واحد أحد أثرياء يعني صاحب مطبعة كبير وبعد يحلوا اتصال تبرع لحاجة، فقال لي مدير احنا مش زكينا. الله طبعا ما جايين ليه؟ واحنا جايين بنشحت ده الجامع يعني مركز إسلامي في أوروبا يعني. فاستغربت البغداد يفكر في قصة ان انا اديت الفرض خلصت. ايوه تمام. زي اللي صلى الفرض، طب هتصلي السنة؟ صلي السنة، مش هتختم الصلاة؟ هتختم الصلاة. ايوه. اختم الصلاة سنة، لكن محتاج السنة. انت مستغني عنها؟ لا طبعا. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني بيقول ان اخته ست كبيرة وعليها صيام، عليها ايام يعني صيام، فبيقول هل يجوز ان اصوم عنها؟ ست كبيرة يعني ايه؟ ست كبيرة ومريضة ومش قادرة تصوم. تطعم. اصومش عنها. لكن ما ينفعش يصوم عنها. لا. ايوه. الصيام مش عن الحي. تمام. انما الاطعام عنها. طيب. طب ولو هي لا تستطيع الاطعام ممكن اخوها يطعم عنها؟ ماشي يطعم عنها، ايه المشكله؟ تمام. جزاكم الله خيرا.